انا فرحانه بزاف بحضور اليوم هنا في هذا الملتقى الجهوي للتربيه، وكنشكر الناس اللي دعوني باش نحضر هنايا اليوم. اليوم غتتم الانطلاقه ديال هذا الملتقى اللي غادي يكون طيله الاسبوع، وغادي يكون مهم بزاف لوليداتكم والاباء حتى هما بصفه عامه، لان غادي يكون هو برنامج ترفيهي وفي نفس الوقت تربوي، لان غادي يكونوا دي كونفيرونس، غادي يكونوا حاضرين فيهم دي بسيكولوج، دي انسيان في لو موند ديال ليدوكاسيون ديال لانفون. دونك هذا الشيء مهم بزاف للوليدات، وكنطلب من الاباء يجيو يحضروا لهاد لي كونفيرونس ويحضروا مع وليداتهم، يكون احسن كاع باش في نفس الوقت حتى هما كيسمعوا النصائح اللي كتعطى عليهم والتوجيهات اللي كتكون من اجلهم. وغادي يكونوا ايضا ورشات، دونك هذا لو كوتي الترفيهي اللي غادي يكون هنا في هذا الملتقى، غادي يكونوا ورشات للاطفال، وغادي يكونوا حتى دي سبيكتاكل لي زانفون والكبار. منهم مثلا غادي يكون حاضر عصام كمال، غادي يكون مروان اسمار، وغادي يكونوا عديد من المشاهير والمغنيين والناس اللي كتحبوهم وحتى ما تيحبوكم. رأي ديالك بان هاد الاعمال هما كاينين بزاف في المغرب سي فري، مي ما معروفينش بزاف. هي بصح معروفينش بزاف، واش ما كتكونش كومونيكاسيون دايره بهاد الاعمال اللي كتنظم، لان التنظيم ماشي ساهل، وبحال هاد الملتقى ملتقى كبير وغادي يكونوا حاضرين فيه بزاف المسؤولين وفيه بزاف لي زانفيتي. كنظن هادشي الدور ديالكم ديال القنوات باش تنشر هاد لي زيفينمون فحال هكا، تنشرهم اولا القنوات التلفزيونيه. مهم خاصنا نتكلموا على بحال هاد الاعمال باش نزيدو نشجعوا حتى المنظمين يزيدوا ينظموا ملتقيات اخرى، سواء تكون تربويه اولا ترفيهيه. شنو هو السبب الغياب ديالك على الدومين؟ الوغ سبب الغياب ديالي كيف قلت قبل، هذا السؤال ما يمكنش يتوجه لي انا، حيت انا بالعكس متشوقه باش نرجع دائما، واخا هذه صافي دابا تقريبا 10 سنين ما رجعتش للتلفازه، هذه صافي 10 ans، وي صافي 10 ans جو كالكول اون ميم طون فراسي، صافي 10 ans تقريبا باش وقفت البرنامج ديالي، باش توقف البرنامج. دونك ما كرهتش نرجع، الا ما كنتش غنرجع للتلفازه نحاولوا ان شاء الله نديروا شي حاجه في الويب، حيت دابا الويب حتى هو تيكون عنده متابعينه، والناس كيطلبوني دائما لا فيغيتي، دائما في انستغرام دائما كيوصلوني دي ميساج تيقولوا لي فوقاش ترجعي للتلفازه، فوقاش دير لنا شي برنامج واخا غير في الويب. دونك ان شاء الله نحاول نرجع للويب ان شاء الله. ما سبق هذه 9 سنين 10 سنين قلتي باش تقريبا كنظن تقريبا وي. واش سبق لك دفعتي بوغ ان بروغرام ولا شي حاجه ولا كنت رفضتي؟ لا، كنت اقترحت ان سيغتان مومون، حيت كنت واحد الوقت كنت في بلجيكا، كنت بوندون شي 3-4 ans، من مورا ما ساليت لك البرنامج ديالي عالم فريد، كنت مشيت لبلجيكا بوندون 4 ans تقريبا، وملي رجعت داز موراها واحد عام 2 رجعت للتلفازه، رجعت للدوزيام باردون، وكنت شفت لا ديريكسيون وقلت لهم اقترحت عليهم برنامج. مالوغوزمون قالوا لي اوكي اون فوار، هذا مالوغوزمون سا سي با في بوركوا جو سي با. الا تقترح عليك انك تعاودي تقدمي برنامج الدراري الصغار شنو غيكون؟ غادي نكون فرحانه بزاف، لان سانسيغمون كنلقى راحتي بزاف مع الوداد الصغار، كنزا راسي كاع، كنزا راسي في البرنامج، يمكن لي نصور من 7 الصباح ل 10 الليل، ما عنديش مشكل، تيلمون كنبغي شنو كندير فريمون. ملي تنكون كندير البرنامج بيان سور تيكون واحد الوقت ديال ملي كتكون كتوجد البرنامج ومن قبل، اما في وقت التصوير مع الوليدات بالنسبه لي ترفيه سانسيرمون كيعجبني بزاف. بزاف الوليدات اللي كنتي عزيزه عليهم تقريبا غيكونوا كاملين كبروا، غيكونوا كاملين قدكم غيكونوا كاملين قدكم دابا. اش بغيتي تقولي لهم؟ توحشتكم بزاف سانسيرمون.
فريمون توحشتكم بزاف وما كرهتش نعاود نتلاقى بكم، واخا راه كنتلاقى بكم دائما تقريبا فوق ما نمشي نتقدى نخرج. اش غنقول لكم، نكون في شي ايفينمون، لي ميساج انستغرام، دائما دائما لا فيريتي، الحب ديالكم دائما معايا، وكنحس بكم كتبغوني، وحتى انا كنبغيكم بزاف بزاف ومن قلبي، وان شاء الله يا ربي نفرحكم من خلال برنامج جديد يكون لكم او لوليداتكم اللي عندو الوليدات. ميرسي بوكو. ميرسي. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.